المهم تيبان ليا انسان بغى ينتحر صافي بقى فيا، واخا تيبان ليا رجال السلطات وداك الشيء، يعني بحال فقدت واحد السيطره على راسي وطلعت نجبدو من الموقف اللي كان فيه. فهاديك اللحظه انه تيطلب مني تيقول لي غير طلق مني انني غادي ننتحر، وانا ما قدرتش نطلقو. المهم انه انسان تيطلب بالحق ديالو وما لقاش اللي يعطيه الحق ديالو، داك الشيء علاش انه بغى ينتحر. حسيت باحساس يعني انسان ما يمكنش ليا نخليه ينتحر كيف ما بيكون الانسان، يعني الانسان هذاك ما يمكنش ليا نخليه ينتحر كيف ما بيكون نوعه. فاش كان الوقت تيقول لي تيطلبني يعني تيقول لي طلق مني بيت ننتحر، الطلب ديالو الوحيد انه بغى ينتحر، يعني تيطالب بالحقوق ديالو ما يمكنش، يعني ما كانش شي واحد اللي يوفر ليه المطالب ديالو وما لقاش كاع فيما مشى تيتسدوا ليه البيبان في وجهه. كيف ما هو كيف ما باقي الف تاع الناس وملايير تاع الناس تيطلبوا بالحقوق ديالهم وما كاينش اللي يسمع لهم، ما بقيت يهمني حتى واحد، حيت الانسان هو احسن حاجه وافضل حاجه هي الانسان في الحياه. يعني الانسان ما عنده واحد القيمه كبيره ما يمكنش يدخلها اي واحد، حيت الانسان عنده دور في المجتمع، سواء كان فقير سواء كان غني، يعني ما يمكنش لي نتخلى على داك السيد واخا كان هو فقير واخا كان غني، ما يمكنش لي نتخلى عليه ونفوتو. واخا انا كنعيش الظروف تنعيش انا شي ظروف قسما ديك الظروف اللي تعيشها داك السيد وصابر بالمكتب، يقدر انا تنعيش في الزنقه وراضي بالمكتب ديالي، يعني ما يمكنش لي نشوف انسان تيموت قدامي ونخليه، ما يمكنش لي نفوتو. انا الحاله ديالي الحاله ضعيفه بزاف، الحاله ماديه ضعيفه وما كايناش الخدمه، يعني ما خدامش وحاليا ساكنين في الزنقه، ويعني ما يمكنش لي نمشي نفكر يعني ننتحر يعني بحال ما هكذا، حيت علاش؟ حيت الرزق كاين عند الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش لي ننتحر ولا ندير شي حاجه في راسي، حيت الانسان فعلا تيطالب بالحقوق ديالو وما كاينش اللي يتلبي ليه الطلبات ديالو، ولكن في نفس الوقت راه كاين الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء.